السلام عليكم يا أول، اليوم إن شاء الله رح نبدأ في الدرس الرابع بعنوان الوقت بنصف الساعة. تعلمنا مع بعض يا أبطال الحصة الماضية كيف نقرأ الوقت لما تكون الساعة كاملة. اليوم إن شاء الله بدنا نتعلم مع بعض كيف نقرأ الساعة لما تكون الساعة بنصف الوقت. أول إشي بتفرج على عقرب الساعات. عقرب الساعات يا مس بيكون دائما لما تكون الساعة ونصف بين عددين. تفرجوا هون، أنا عندي العدد لعقرب الساعات بين 2 و3، هو لسه ما وصل الـ3، فلما أنا أشوفه يمس بين عددين بقرأ العدد الأول، معناته الساعة 2. طيب نتفرج على مؤشر الدقائق، المؤشر الطويل اللي حكينا عنه الحصة الماضية. إذا كان عند الرقم 6 معناته الساعة هلأ نصف الساعة 2:30. لا ننسى يا مس مؤشر الساعات وعقرب الساعات يا أبطال بيكون بين عددين 2. بقرأ العدد الأول، الساعة الآن 2:00. بتفرج على عقرب الدقائق، إذا كان عند رقم 6 معناته بحكي كلمة ونصف، يعني الساعة 2:30. نتفرج على هاي الساعة. أول شغلة بدي أفتح عيوني كتير منيح وأتفرج على مؤشر الساعات، هي بين 8 وبين 9. حكينا بشوف الرقم الأول، إذا الساعة هلأ 8. طيب تعالوا نشوف عقرب الدقائق. عقرب الدقائق الطويل يا أبطال هي عند رقم 6، معناته إحنا حكينا لما نشوفه عند 6 بنحكي ونصف، الساعة 8:30. أما الساعة الرقمية يا أبطال، أول إشي بيكون عندنا مكتوب الساعة مثل ما حكينا الحصة الماضية، الساعة هلا 2:00. جنب رقم 2 يا أبطال في عندنا هون العدد 30. إذا بتشوف يا مس رقم 30 بالساعة، معناته أنا عندي هون الساعة ونصف، يعني عندي الساعة 2:30، الساعة 2:30. تعالوا نشوف مع بعض هاي الساعة ونقرأها. أول شي عندنا رقم 6، معناته الساعة 6. طب نتفرج على الدقائق، أنا عندي الدقائق 30، لما يكون في 30 شو بنحكي يا أبطال؟ والنصف، معناته الساعة 6:30. أقرأ الوقت ثم أكتبه بالساعة الرقمية. تعالوا نقرأ الوقت اللي بالصورة، نتفرج كتير منيح على عقرب الساعات، هي بين 6 وبين 7. بقرأ الرقم الأول، معناته هلأ الساعة 6، ومؤشر الدقائق الطويل هي عند العدد 6، معناته الساعة 6:30. بكتب رقم 6 في الساعة الرقمية وجنبها بكتب 30، لما يكون عندي ونصف نكتب 30. كمان مثال يا أبطال، أقرأ الوقت ثم أكتبه بالساعة الرقمية. أول إشي بفتح عيوني وبتفرج على المؤشر القصير، مؤشر عقرب الساعات بين 7 وبين 8. حكينا بقرأ الرقم الأول، معناته الساعة 7. بتفرج على عقرب الدقائق الطويل، هي عند 6، معناته الساعة 7:30. في الساعة الرقمية بكتب رقم 7، وعند الدقائق لما يكون عندي نصف بكتب 30. كمان مثال، أرسم عقربي الدقائق والساعات بحسب الوقت المعطى. أول إشي بتفرج مس رقم 11، معناته بدي أرسم عقرب الساعات بين 11 وال12، لأنه إحنا حكينا لما يكون عندنا ونصف بده يكون بين العددين، يعني بتفرج على 11 ببعد عنها شوي صغيرة وبرسم عقرب الساعات، و30 يعني عقرب الدقائق الطويل عند العدد 6. كمان مثال، الساعة 4:30، يعني 4:30. عند 4 برسم مؤشر الساعات وبعد عنها شوي صغيرة بين 4 و5، والـ30 يعني ونصف، يعني عند الرقم 6.
يعين عليكم يا أبطال. يا أبطال كتاب الطالب صفحة 71. السؤال الأول، بدنا نقرأ الوقت يامس بالساعة ونكتبه بالساعة الرقمية. أول شي بتفرج، فتح عيوني على العقرب الصغير، عقرب الساعات، هي 9 بين 9 و10، يعني الساعة 9، وعقرب الدقائق عند 6 معناته الساعة 9:30. بكتب 9 وعند الدقائق بكتب رقم 30 مثل ما تعلمنا. الرسمة الثانية، بتفرج على عقرب الصغير، عقرب الساعات بين 11 و12، معناته الساعة 11، وعقرب الدقائق عند 6 معناته الساعة 11:30. بكتب رقم 11 وجنبه رقم 30. هلأ يا أبطال بدنا نحن نرسم مؤشر الدقائق. أول إشي بتطلع على الساعات، الساعة 3، وعقرب الساعات يامس حطيناه بين 3 و4، لأنه أنا عندي هون رقم 3، الساعة 3. نشوف مع بعض عقرب الدقائق عند 30، برسم مؤشر الدقائق وعقرب الدقائق الطويل عند الرقم 6.